المواجهات العسكرية على أشدها في محافظة الجوف. تحولت المناطق الواقعة إلى الجنوب الغربي من المحافظة إلى واحدة من أكثر ساحات المواجهة شراسة، وسط انقطاع كامل لكل وسائل الاتصالات في هذه المحافظة بفعل السيطرة المطلقة للحوثيين على هذه الخدمة في اليمن. إنهم الآن ينتظرون منكم العزيمة والصبر والجهاد. التطور الأكثر أهمية في سياق معارك الساعات الماضية هو أن أركان حرب محور الجوف العميد الركن صادق أمين العكيمي فارق الحياة إثر إصابة بليغة تعرض لها أثناء قيادته للمعارك في مديرية الغيل التي تتعرض لضغط عسكري من قبل ميليشيا الحوثي منذ أكثر من شهر على الأقل. خسارة فادحة مني بها الجيش الوطني برحيل هذا القائد الذي ظل يرابط عند نقاط التماس في وقت توفرت فيه الفرصة منذ سنوات لتقدم ينهي الوجود الميليشياوي في الجوف وصولاً إلى العاصمة صنعاء، لكن التحالف ومعه الشرعية لم يحرك ساكناً. تكتسب المعركة زخمها في الجوف من الحضور الميداني لقادة المعارك وعلى رأسهم محافظ محافظة الجوف وقائد المحور اللواء أمين ونجله وغيرهما من القيادات العسكرية التي تقود وتوجه سير المعارك في هذه المحافظة. المعارك لا تزال على أشدها في جبال الساقية والمقاطع غرب مديرية الغيل بعد أن اندلعت خلال الساعة الماضية مواجهات عنيفة في هذه الجبهة عقب محاولة الميليشيا التقدم باتجاه مواقع الجيش وتلقيها خسائر فادحة في المعدات. معركة الجوف تدفع ثمن التفريط بالإمكانيات السيادية التي تركت بأيدي عصابة تستخدمها اليوم في معركتها ضد الدولة والشعب اليمني بكفاءة عالية. وضع كهذا دفع بطلاب كلية التربية والعلوم الإنسانية بالجوف إلى تنظيم وقفة احتياجية للتنديد بجرائم الميليشيا الحوثية الإنقلابية التي تمارسها بحق المواطنين في المحافظة، وللتنديد بتعسفاتها التي تشمل تعطيل الخدمات العامة وفي مقدمتها خدمة الاتصالات والإنترنت، وحرمان بعض الطلاب من التعليم، وقصف القرى والمدن وترويع الساكنين فيها. البيان الصادر عن هذه الوقفة أكد أن تعسفات الميليشيا طالت طلاب المناطق الخاضعة لسيطرتها وعرقلت وصولهم إلى كلية التربية بالحزم، مطالباً الرئاسة والحكومة الشرعية بإيجاد الحلول البديلة لفك حصار الاتصالات المفروض على المحافظة ومواطنيها منذ بدء المعارك قبل أكثر من شهر.